يقول هناك من يقول أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون دائما باللين، هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال عليكم بالرفق. فالرفق مطلوب وهو الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن أيضا الدعوة بالحكمة. أحيانا الرفق لا ينفع فتحتاج إلى الشدة، لكن الشدة لابد أن يكون الإنسان يعني عالما بمآلها، يعني مو كل أحد شد معه، وإنما تقدر الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يلبس خاتم من ذهب، وضع يده على أصبعه ونزعه منه ثم رماه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ومشى عنه. هذا رفق ولا شدة؟ ما رأيكم؟ شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن هذا مناسب الآن. فالقصد أن الإنسان يقدر، ولذلك قال أهل العلم هي مراتب، يبدأ شيء بالتعريف أن هذا غلط، ثم بعد ذلك يبدأ بالوعظ اللي هي النصيحة، ثم بعد ذلك يبدأ بالمنع، ثم بعد ذلك بالتعنيف، ثم بعد ذلك يبدأ بالضرب، وهو آخر شيء، يعني آخر شيء الضرب آخر شيء. والضرب أيضا قيدوه أنه الحاكم ولي الأمر هو الذي يضرب، الأخ الكبير بالنسبة لأخي الصغير، الزوج بالنسبة للزوج، وهكذا. فقضية الشدة غير مطلوبة، الأصل الرفق، لكن قد نحتاج إلى الشدة أحيانا. نعم تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، يعني ما هو مفتوح على مصراعيه ولا مغلق أبدا، مثل ضرب النساء، لا هو مغلق ولا هو مفتوح على مصراعيه، وإنما يقدرها الإنسان بحسبها. هنا